انضم إلينا من بغداد الكاتب والباحث السياسي زياد العرار. أهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية. بداية، هذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها متظاهرون مسلميون في ساحات العراق. علامة تحقيق طالما أن إطلاق النار الحي يجب أن يكون بأوامر، أليست معروف من الذي أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين؟ صباح الخير. الحقيقة التحقيق يأتي بعد أن وضعت الحكومة العراقية إجراءات وتعليمات وآليات لاستقبال التظاهرة. الحكومة العراقية رحبت بموعد التظاهرة وأعلنت دعمها وتوفير الأمن اللازم، وحددت طبيعة القطاعات التي تكون بمواجهة المتظاهرين، وسمحت لهم بأن يستخدموا عمليات النقل من المحافظات إلى داخل بغداد والتظاهر في أكثر من مكان. يعني لم يحدد مكان واحد فقط للتظاهرات لاحتواء المتظاهرين واحتواء غضبهم ومطالبهم، فكانت الأمور تسير بشكل جيد إلى وقت متأخر من يوم أمس. عملية الاختراق التي حصلت فيها أكثر من رواية بمحاولة بعض الأشخاص الغريبين عن التظاهرة، دخولهم مفاجئ، محاولة مهاجمة القوات الأمنية، وأيضا رواية بقيام القوات الأمنية بفتح النار مباشرة على المتظاهرين. لذلك التحقيق الذي أمر به رئيس الوزراء أخذ جانب جديد بتشكيل لجنة من عدة جهات وأطراف عسكرية. عمليات بغداد هي المسؤولة، تتبع لقيادة العمليات المشتركة، سيكون منها ممثلين وزارة الداخلية وزارة الدفاع. هذا التحقيق ليعطي النتائج الحقيقية في كيفية حصول هذا الاختراق وعملية استخدام السلاح مثل ما تفضلت حضرتك، لأن كان يفترض أن تنتهي التظاهرة دون أن يحصل هذا الشيء. مع شيء مهم يجب ذكره، أن أعداد المتظاهرين لم تكن بالمستوى الكبير الذي كان متوقع أن يخرج عن السيطرة. بالتالي التحقيق ضروري لوضع نهايات لهذه المأساة التي حصلت، وبحقيقة الأمر أن الأمر كان مفاجئا ومخيب للآمال أن يستخدم السلاح باتجاه المتظاهرين. هل تقصد بأن هناك شكوك بأن في أطراف معينة تحاول أن تظهر هؤلاء المتظاهرين على أنهم تهديد للأمن، وبالتالي يكون في رد فعل أمني من أجل وقف هذه التظاهرات والقضاء على حركة النشطاء السياسيين؟ أو بالعكس؟ نعم، هذا وارد، سيناريو وارد. هناك من يحاول أن ينهي التظاهرات بهذه الطريقة ويظهرهم بمظهر الذي يريد أن يعبث بالأمن العام، وهناك سيناريو آخر أن هناك من يحاول أن يؤجج التظاهرات وأدخل من حاول خلق الفتنة والفوضى والعنف لتستمر التظاهرات وتتصاعد، لأن تعرف حضرتك عندما تقع الدماء ويسقط شهداء ومصابين من كلا الطرفين، قواتنا الأمنية والمتظاهرين، قد يكون أنا أرى السيناريو الآخر هو الأقرب احتمال، أنه هناك من يريد أن يصعد في عملية وتيرة التظاهرات ويعيد العراق إلى ما كان عليه في عام 2019 لتعم الفوضى. إذا عمت الفوضى سنذهب إلى السيناريو الثالث الذي هو محصلة، لن تكون هناك انتخابات. فبالتالي اللجنة التحقيقية يجب أن تكون سريعة ودقيقة وواضحة وتحدد بالأسماء ليكون الأمر أمام الرأي العام العراقي. اسمح لي، يعني هناك نشطاء يقتلون يعني بوتيرة واضحة، وكأن هناك قائمة أسماء محددة، كل شهر شهرين يتم اغتيال أحد هؤلاء النشطاء. هل مبرر أنه الأمن حتى الآن العراقي رغم كل التصوير، رقم تصوير عملية الاغتيال والقتل، لم تصل إلى أي متهم في كل هذه العمليات حتى الآن؟ أنا أتوقع أن السلطات الأمنية وصلت إلى بعض المتهمين ووصلت إلى بعض الأطراف التي قامت بعمليات الاغتيال. في بغداد وصلت إلى عملية، في البصرة وصلت إلى عمليتين وحددت الجهات المنفذة. لكن أنا أقول لك سيد الكريم، قوة السلاح الموجودة في العراق قوة منظمة. السلاح اللي في العراق منظم بأيدي أطراف مسلحة معلنة وغير معلنة، تستخدم التنظيمات السرية والعمليات السرية، وكأنها في عهد ما كانت تسميه عهد مقاومة النظام العراقي السابق. وبالتالي هذه تحتاج إلى قوة دولة،
وقوة الدولة تكون قادرة على إنفاذ القانون وتطبيقه. نعم. في حال تنفيذ القانون وإطباقه في على كل من يشتبه به من هذه الفصائل المسلحة أو الأطراف المسلحة سندخل في فوضى. لذلك الحكومة والسلطات الأمنية تتوخى الحذر لأن تصل إلى نسبة معلومات دقيقة بأن هذه الجهة هي الفاعلة وهي التي قامت بالاغتيال حتى بعد ذلك تقوم بعملية المتابعة. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بغداد الكاتب والباحث السياسي زياد العرار.